يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من واجباتنا في شهر رمضان الكريم الحرص على صلاة التراويح، ففيها فضل كبير وأجر عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، من قام مع إمامه يعني صلى كل التراويح مع إمامه حتى ينتهي منها من أول الصلاة إلى آخرها كتب الله له قيام ليلة. هذا فضل عظيم يغفل عنه كثير من الناس. يكتب الله لك فضل صلاة التراويح مع الإمام، ويكتب لك أيضا فضل قيام ليلة زائدة، فكأنك بصلاة التراويح تقوم ليلتين. فهل هناك عاقل يفرط في هذا الأجر العظيم؟ فإن كنت تبتغي المغفرة والرحمة والعتق والأجر العظيم فلا تحرم نفسك من هذا الفضل، فضل ليلة كاملة من أجل جلسة أو من أجل فيلم أو من أجل مباراة كرة القدم أو من أجل مسلسل أو من أجل جلسة في المقهى تضيع هذا الأجر، فإن هذا لهو الخسران المبين. أيها الإخوة الأفاضل، ومن واجباتنا في شهر رمضان الحرص على صلاة الجماعة، حرص على صلاة الجماعة عامة وصلاة الفجر والعشاء بصفة خاصة. لماذا صلاة الفجر والعشاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من حافظ على صلاة الفجر 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. عندما تصلي صلاة الجماعة في المسجد يكتب الله لك ثواب من قام نصف ليلة، فإذا صليت الفجر كتب الله لك ثواب ليلة كاملة، نصف ثواب لصلاة الفجر ونصف ثواب لصلاة العشاء. فانظروا إلى هذا الفضل الكبير والذي يعني نستطيع أن نفعله في شهر رمضان بكل سهولة، ربما في شهور أخرى لا نستطيع لسبب أو لآخر، لكن شهر رمضان أكثر الناس يتفرغون لطاعة الله عز وجل ولعبادته. فيا أيها المسلم لا تحرم نفسك من هذين الأجرين العظيمين، أجر صلاة التراويح مع الإمام حتى ينتهي، وأجر المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العشاء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. سبحانه.